على بالي ما راكم فاهمين والو. الفيديو هذا حنا بداه لكم الكاميرات المراقبه تاع واحد الحانوت في مصر، وام بعد شويه تفهموني على بديت لكم الفيديو منه. المهم دخلنا انا وعبد هذا اليمونطاسيون، قال لي رجليته وجعني حاب ناكل كش حاجه حلوه. صايد جبال اللي بتفرح بيا، شو لقيت صايد؟ شو هذا؟ شوف شو لقيت صايد؟ هذه السنسلة تاعها، لقيتهم ولا غير لقيتهم؟ عبد وين جبتها؟ سامح حبيش تأمني ولا غير كانت طيحة في الأرض خزرت وزيت وريتها للكاميرا، قلت لهم هاي اللي مش يقولوا سرقها ولا أحلف والله غير وريتها لهم ولقيتها، لقيتها في الأرض بين بلي تاع واحد طاحت له، روح رجع الحانوت روح. نرجع دوكا نرجع أنا الكرشي ما نرجعهاش صاي. عبد أنا بلاد الناس خويا حرد باص هنا. وش صاحب وش لقيت؟ لقيت ترانا يا لقيت اخي سنسلة نورمال شوف سوفونير. خلاص ما تدورش معايا تكون مسروقه ولا امشي. عبدو يا اخي ما يقدرش يعيش بلا لي بروبليم. ها قاعدين في امان الله. رفض واحده السنسله شو مكتوبه نسخه مفقوده 800 قيراط. ها مكتوبه اغنى عقد الماس في العالم. يا يما تا الماس. صاحب شو؟ جمعة هذيك اللي ما يريحش مع الصبابط. تسمح في واحد عنده سنسله حيصوفيك؟ عبدو نحي تشيده انا سمحت فيا دوك نترفاه وتشوف اخو لا غراني نهضر سيريو ايه. روح بيها راح شوف شي واحد بحالو باش ما باش اذا مسروقه ما نباصوش حنا روح عبدو اه هاتشوف شوفوا حالو بيها زوج جنيه بحالو اولا لا صافي ما وديها بهذاك البري اروح ورفدها في الارض وهنا لقينا واحد الحانوت يشري ذو حفيصه الماس وسوايع راح تخلص سقسها وتخرج صاحب سقسيته قال لي كاين واحد يشريهم في البورت سبق في البورت بوعريريت صاب البورت بوعريريت ولا كاش بورت واحد اخرى ما قاليش من البورت قال لي غير البورت عاود نروح نسقسي وانت صاب قال لي برج القاهره قال لي سقسي ثم واحد اسمه عزوز عزوز اللي بيع الكاسي روحوا لعندهم بيعوا له صاب وين روحوا هيا شحال شحال ساعه زعما انا 11 ونص صاي نفطروا نشربوا قهوه نفطروا قهوه صاي هلا خمسة في ثلاثة وين تكون ثلاثة حط ثلاثة وين يكون نمير وحط لي تبع اصبر ها زيرو فارغة صاحب ديما نحرق لساني من نشرب قهوة نحرق لساني عبدو تيري الدومي نجيبو مليك خلاص صاحب ولا غير خلاص دوك صاحبي خليني يتعلم بعقلك واحد حط فيها نمير واحد اي والله خبر عاجل شابان من الجزائر قاموا بسرقة أغلى عقد في العالم وهذا العقد مصنوع من الألماس يعود إلى أغنى رجل في مصر كما أنه ولقد رصدتهم كاميرات المراقبة في أحد المحلات بالقاهرة كما أنهم كانوا يرتديان بدلتان برتقاليتان وكان في أحد المحلات شو عبدو إذا قالت واحد فيهم غبي غيرهم وأحد الشخصان فيهم غبي وأصبحوا بين ليلة وضحاها أكثر شخصان يبحثون عنهم في مصر هاي عم يخسروا فينا كاع عم يخسروا فينا صعب وقتها فقلنا على بالك الناس كاع عم يشوفوا فينا حاج عبدك شو نديرو؟ شو نديرو صاي؟ ندخلوا لهيك نبدلوا اللبسة باش ما نبانوش حنا مش ازرب اكاني مبان مشي انا صاي ودخلنا لهذه الجنينه باش نبدلوا اللبسه ها هو برج القاهره اللي قالوا لنا يشرو عليكم سنسله فيه زعما نروحوا ليه
احنا صدمنا صدمنا بدلنا حوايجنا وجينا رايحين لهذاك برج القاهرة نسيو نبيعو سنسلة. وصلنا لهذا البرج كان قدامنا ندخلو ما ندخلوش ندخلو ما ندخلوش ندخلو باينة. ادخل ما تبينيش بلي زعما زعما راك خايف ولا تبين بلي عندنا حاجه. هنا تتباع البضاعه اليوم صراحه. انت كاش تحضر في الناس؟ السلام عليكم. صافي زيدو ندو هذه راهم طلعوا في لاسونسور. او سير ماليا اليوم ما تهمناش الناس عندنا. مش احنا اللي عندنا الباطه؟ صافي اللي قلتي خبيها ويا نديرو جيتني فيه. منا صور منا ما عندناش الباطه. وهنا وصلنا للبرج الفوق كاع. هنايا قالوا لنا تلقاو هذاك عزوز اللي يشري عليكم هذه السنسله. هاي طلعنا وبدينا نحوسوا عليه ثم. هذا برج القاهره جاي في القاهره انا عندك باين بلي جاي في القاهره. المهم كطل من الفوق تشوف القاهره كومبليت بان. وحنايا كي نشوفوا القاهره كومبليت احنا جينا نبيعوا السنسله لعزوز ونروحوا. صحه ورا عزوز صافي فرعون ولقينا هنا وما لقيناش عزوز. صافي سقسي هذا سقسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ خير؟ اهلا بيك بخير. اهلا وسهلا نورتنا. الحمد لله. اهلا بيك. عمو سقسيك هنا هنا يخدم عزوز اللي يشري سناسه تاع الخاصي؟ لا لا ما فيش عزوز. عزوز ايه؟ لا ما فيش حد هنا اسمه عزوز. ما فيش؟ لا 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 لا. انت واش تخدم عمو؟ مصور، انا مصور فوتوغرافر. صاب خلينا من عزوز نتصوروا خير. ضرب كف كف طاح من برج القاهره. صاب شو شحال حلوين؟ انت عسل والله. هذا عسل ولا غير عسل؟ مر عسل جدا ولا غير عسل صوت احسن من ريح ما هذا يقول لي احسن. صوب الله يسترنا يا ربي سحروني على بيا مانيش ناكل مليح راني ناكل ربع طباسه وبرك. صوب روح زعفت كي قال لي احسن خلاص صوب تطلب ماطيش تاع البايط ما تزعفش. ماشي وقتك عزل بروحهم بيه. صافي انا حسيت على الحلوله تاع البوزنزر. طلعنا برج القاهره كومبليت ما لقيناش هذا عزوز. المهم عاودنا جينا هابطين في لاسونسور لقينا هذا السيد مرشد يبدا يحكي لك على برج القاهره. برونشينا له بيت ما نهبطوا. المدير عام 1961 استغرق ب 105 سنوات فعاد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. انتوا منين؟ انا من الجزائر. من الجزائر. حاسس ان انا اعرفكم وشفتكم قبل كده. اه لا لا اخويا جامي شفتني انا. شبهتني فوق شبهتني. ها 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 عمو عندنا قلادة حابين نبيعوها لك. قلادة والسنزة و مش بعيد انا شايفكم وعارفكم كويس وعارف دي بس انا ما بشتريش. عرفنا صهيب. صعب هذا السوري يشريها انا حاسب اللي يشريها. ما تبينيش نكون نخبي وجهها. عمو عليكم. يعرفوني الصواب يما ما تعرفنيش. اكملي اخويا الحمد لله. خويا عندي سلسله حبيت نبيعها عايز ابيعها. جيبها منين؟ جبتها منين؟ اه جيبها منين اخويا تقصي فيا هايده تاع البوليس. تبع عليك اني انا نبدي زيد تشوفها مليح خويا. انت هو بيع انت حقيقه اخويا هات التليفون عبد الرشيد هو طلع التليفون طلع عليك طلع هاي دور هاي دور الله صبر روحو حراقه يا متاتر صبر روحو حراقه خلاص هم حلفين فينا هنا قاعد الناس هم حلفين فينا. عمو يا اخي ما عرفتناش. ها ما كاين والو عمو. الفيديو الذي ابكى الملايين اول مره حندير على عبدو قال لي راحوا حراقه باين بلي نهربوا خلاص ولينا مشهورين في مصر اكثر من محمد رمضان. ايماجيني في من انا رايحين حراقه رانا رايحين حراقه في نهر النيل. صاب قولوا يزرب صاب بالك تقولوا حطنا في البورت عبد جاي قولوا حطنا في تالجي خويا يزرب شويه يزرب يمشي زوج الحاج صاب اللي وقع اركاد بابور يا خوتي ويمشي زوج بالبابور
وكان رحنا نرجو نفوتو. اه هذا وين طلعت لي انا راح نحرقها في نهر النيل. معليش مهم نخرجوا منه. المهم نهربوا من القاهرة نخرجوا الكشويلية معليش. وهنا يخلص حلقة تاع اليوم. راح تسحر وغدا ان شاء الله تصبحوا صايمين وش حبيتوا.